في البداية تنضم معنا من محافظة القاهرة موفدة القاهرة الإخبارية شروق وجدي. أهلا بك شروق، يعني كيف يبدو لديك المشهد في اليوم الثاني من تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية؟ أهلا بك يا مروة وأهلا بكل مشاهدي شاشة القاهرة الإخبارية. مروة، منذ لحظات قليلة جدا كان هناك من خلف حشود يعني ضخمة، هذا أقل ما يمكن أن أصف به هذا المشهد للدخول إلى لجانهم المخصصة والإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وفي الحقيقة منذ الصباح الباكر هنا لجان كما هو معلن تفتح أبوابها منذ 9 صباحا، ولكن منذ 8 صباحا كان هناك يعني العديد من المواطنين. يمكن على مدار اليوم رصدنا مئات المواطنين الذين يأتون للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات. وأيضا يعني مروة، من محافظة القاهرة وتحديدا من هنا هذه المنطقة القاهرة الجديدة، دعيني يعني أبرز لك الأرقام لعدد اللجان العامة. هناك 45 لجنة، عدد المراكز الانتخابية هنا في القاهرة 444، وعدد اللجان الفرعية هنا 961، وأيضا إجمالي عدد الناخبين بمحافظة القاهرة فقط نحن نتحدث عن 8,236,761 مواطن يدلون بأصواتهم في هذه الانتخابات. منذ قليل مروة لاحظنا وتحدثنا مع بعض من المنظمات الدولية المختلفة التي كانت تتابع سير العملية الانتخابية هنا بمحافظة القاهرة، وكان لهم أيضا العديد من الزيارات مثل محافظة المنيا وبعض المحافظات الأخرى. تحدثنا معهم عن مهامهم وعن رصدهم لكل ما يحدث في هذه العملية الانتخابية لعام 2024. ما الذي رصدتموه شروق في هذا الشأن؟ بلحظة، إذن هم تحدثوا عن كيف تسير هذه العملية الانتخابية وعن المحافظات التي قاموا بزيارتها، عدة محافظات في اليوم الأول منها المنيا وعدد آخر من محافظات الصعيد. واليوم هم كانوا يزورون العديد من المدارس المتواجدة بمنطقة القاهرة الجديدة تحديدا في محافظة القاهرة. كانوا يتحدثون عن سهولة العملية الانتخابية وكيف تسير والعملية اللوجستية لهذه العملية الانتخابية، وكيف رأوا حتى المشهد المواطنين، كيف هم يعني في حالة من الفرحة والبهجة للإدلاء بأصواتهم، ويعني شرحوا العديد من المقابلات التي يعني تقابلوا مع المواطنين بها وكيف كانت الحالة بشكل عام. إليك مروة. نعم شروق، ابقي معنا لو سمحتي. من محافظة القاهرة ستبقى معنا موفدة القاهرة الإخبارية شروق وجدي.